احنا مش اعصابنا كتت، احنا جبنا الاكسجينات هذا انا جايبه من من من, من البيت. وزير الصحه بده يتحمل المسؤوليه. طبعا زوجتي من الحالات اللي هي اذا تركت الاكسجين دقيقه واحده بنزل الاكسجين للحضيض عندها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. نحن كنا موجودين في المستشفى أثناء انقطاع التيار الكهربائي، انقطع حوالي ساعة 10 و5 دقائق. نعم طبعا زوجتي من الحالات اللي هي اذا تركت الاكسجين دقيقه واحده بنزل الاكسجين للحضيض عندها. شو كان مرض هذا؟ كورونا. في المساء وتحديدا اثناء انقطاع التيار الكهربائي فقدت يعني فتره 10 دقائق بلا اكسجين، يعني حاله ارباك اصابت الممرضين المريضات. كيف يتعاملون مع هذه الحاله في ضوء انقطاع التيار الكهربائي؟ هي على جهاز السيباب، مفروض جهاز سيباب في بطارية شحن يشحن تلقائيا ويعوض ايش الخلل الحاصل في انقطاع التيار الكهربائي. بديل يعني. للأسف البديل ما كان موجود، حتى في هذا الجهاز ما كان في بطاريات وما استطاعوا ان يشحن ويقدم الخدمة اللازمة. حتى تدارك الممرضين والممرضات الفترة هذه طالت حتى جاءوا وبدأوا ايش يعطونها بالأكسجين، وهي انفاق الحياة يعني. عادة الكهرباء بعد 20 دقيقة 23 دقيقة يعني تقريبا، يعني مش على وجه التحديد يعني تسبب هذا في حالتين وفاة. كان وزير الصحة موجود، قلت له الآن زوجتي انقلب وضعها وانتكست بسبب انقطاع التيار الكهرباء. قال ما هو مرضى كورونا أحيانا بنتعشوا أحيانا بنتكسوا، وهذا مرض عالمي. وقلت له الأدوية اللي بتعطوها 24 يوم أدوية ما جابت نتيجة مع المريضة، يعني ما زال في عندها التهاب وما زال في عندها كذا. قال ما هي هذه هي مشكلة العالم كله مش مشكلتنا احنا يعني. والدي هون وصلنا الخبر عن طريق الناس انه الكهرباء مقطوعة، احنا حضرنا اسطوانة اكسجين بحيث انه يعني ننقذ الوالد، وان شاء الله انه الله يشافي جميع المرضى الموجودين هون. اللي حصل انه هسه احنا مش قادرين نسمع اي خبر عن والدي. إشي بقول في حالة وفيات، إشي بقول الأمور طيبة، إشي بقول الوضع ممتاز. إحنا في حالة هستيريا كاملة، حتى إحنا مش قادرين نوقف على جرينا. فيا ريت إنه واحد من هالمستشفى المحترمين، المدراء من هالنواب من هالوزارة الصحة يطلع علينا يعطينا تصريح شو اللي بيحصل، شو اللي صار. إحنا مش أعصابنا كتت، إحنا جبنا الأكسجينات هذا أنا جايبه من من من, من بيتي، بحيث انه لو انقطع يعني لو ما في اكسجين ان انا اقدر اساعد والدي او اساعد اي شخص ان كان مهما كانت ملته مهما كان وضعه. تبلغنا انه في حاله وفاه، جينا هنا لقينا مقطوع الكهرباء صار لها 28 دقيقه. جوز خالتي زي ما صار في السلط انقطاع اكسجين، هنا صار نفس الشيء. مين بده يتحمل المسؤوليه؟ كل واحد له يد في كل واحد له يد في المستشفى بده يتحمل مسؤولية، وزير الصحة بده يتحمل مسؤولية.